أما بقى بقية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأسبوع القادم إن شاء الله أو الأيام القليلة القادمة، فإحنا معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. اهلا بيك استاذ كريم، واهلا بأستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين. صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم، وعايزين حضرتك بقى تطمنينا على القادم ان شاء الله الايام القليله القادمه، الوضع هيكون فيها عامل ازاي؟ هو طبعا خلال الايام القادمه يمكن احنا حاسين خلال هذه الايام باستقرار الاحوال الجويه، لكن ده متوقع ان هو يكمل معانا كمان لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله، مع ارتفاع طفيف جدا وتدريجي في درجات الحراره. يعني احنا اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع درجة مئوية، غدا هتكون 24 درجة مئوية، مع نهاية الأسبوع بداية الأسبوع القادم هتكون 25 درجة. يو بقى يا دكتور منار، يا دكتور منار بقى دكتور منار بقى فترات النهار هنحس بالدفء أكيد، وفي زيادة لفترات طلوع أشعة الشمس، لكن فترات لا شيء لا يصدقه عقل والله. فرق بين النهار والليل هيوصل ل 12 او حتى كمان 14 درجه مئويه بين النهار والليل، اجواء بارده على كافه الانحاء الجمهوريه خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. الصغرى هتوصل ل 13 درجه مئويه على القاهره الكبرى، طبعا المناطق الساحليه توصل ل 12 درجه مئويه، ففي انخفاض فترات الليل. فاحنا مش هنصيف، مش هنغير نوعيه الملابس زي ما بنقول، لازم فترات الليل نرتدي الملابس الشتويه، فترات النهار ملابس شتويه بس تكون شتويه خفيفه عشان احنا هنحس بالدفء فترات النهار. طبعا كمان مع الاستقرار في الاحوال الجويه دايما بتكون الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير واللي بنقلق منها هو الشبوره المائيه. هتتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. مع التكون الشبوره المائيه بيكون دايما تقريبا الساعه 3 4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 7 الصبح بتبدا الشبوره المائيه يعني تتلاشى من على الطرق وتبدا معها الرؤيه الافقيه بتتحسن. لكن في مجمل الايام القادمه ان شاء الله هو استقرار الاحوال الجويه، التباين بس او التحذير هيكون من اختلاف درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل، ومش عاوزين ننخدع عشان ما نغيرش نوعيه الملابس ونصاب بنزلات البرد. رائع جدا، خلاص يعني كويس بس مش كويس قوي على كل والله مش معقول يعني 25 معقوله في بلد في شهر 12، برضو ده يعتبر صيف بالنسبه لدول كتيره جدا، ده عز الصيف يعني. فعلى كل حال مش بايدك دكتور منار، هنعمل ايه؟ اشكرك جدا دكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. في حاجه بقى يعني، في حاجه والله، ايه؟ ما اصل هنعلق نفس الكلام كل يوم بجد، فين الشتاء؟ جاي كله جاي، اتقالي تاخدي تحس الشتاء ان الشتاء، ايوه بس تحس كده الشتاء هيبقى شهر. انت مش واخده بالك ان حتى من واحنا في الصيف ان لا الصيف لا ده الصيف زي لا 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 الصيف بيقعد خمس شهور، لا 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 انا اعوذ بالله، الصيف ده بيقعد خمس شهور او بيقعد ست شهور اكتر كمان، اكتر حاجه صعبه جدا من صيف شهر ثلاثة هتبقى 25، الصيف قاعد اطول بكتير من الخمس شهور اللي انت بتتكلمي عليه. لما تركزي كده هتلاقي ان تقريبا وكان تلتين السنه بقت صيف. بقت صيف فعلا، ده كنت ترجع تقول تاني ده ملف تغيير المناخ اللي تاثيره لسه لحد دلوقتي طفيف جدا، قدام لا قدر الله لو ما كانش في حلول حقيقيه على الارض هيبقى في ازمات، وده مش كلامنا ده كلام العلماء، لك في مشاكل وكوارث حقيقيه وبيئيه وطبيعيه قد تحدث يعني جراء تغيير المناخ على دول مختلفة، منهم بالمناسبة احتمال يعني يكون لها تأثير برضو علينا.